عد بمكانك يلا. خد هاي. ما بدي اسمع ولا صوت. افتحوا دفاتركم لشوف. خلوني شوف الوظيفة. شوف شو راح ساوي بالأنصة هلأ. مين يلي زت هاي؟ انت يلي زتيتها؟ لا أنصة اجت من ورا، انا كنت عم بدرس. علي انت اللي زتيتها مو هيك؟ ما بدي اسمع ولا صوت. علي خد دفترك واطلع على السبورة، بدي اعمل لك امتحان شفهي. ليك شو هاي؟ طلعوا قدامكم. افتح دفترك لشوف. يلا اقرا علي. فرجيني انت كاتبة، ليش ما عم تقراها؟ هذا أخرس أنسى ما بيحكي. علي الأخرس، علي الأخرس، كتو. علي الأخرس، علي الأخرس، علي الأخرس. ما بدي اسمع ولا صوت. سكتوا لشوف. منه عم تضربني بالمحاية ومنه ما عم تعرف تقرا الوظيفة. فرج عم يحكي بالإشارة لأنه أخرس. إذا ربطنا له إيده ما حدا بيفهم عليه. ابني أنت شو عم بتقول؟ خلاص علي خلاص، بكفي بقى. روح لهونيك ووقف على رجل وحدة، أنت معاقب. كأنه شي حدا عم يعاقبه. ليش عم يعمل والله هيك؟ والله ما بعرف شو عم يصير معه يا ترى؟ ماني فهمانة شي. وأنا كمان ليش هيك عم يساوي؟
شو عم يصير هون؟ علي شو عم يصير هون؟ كل واحد على شغله، يلا بسرعة. علي انت شو عم تساوي؟ شو عم تساوي؟ امشي معي لشوف. تعال. علي شو كنت عم تساوي؟ ها؟ انت منيح؟ منيح استاذ تانجو. مالك نايم منيح مبارح؟ كنت مناوب؟ شو هاد يلي كنت عم تساوي هنيك؟ علي شو كنت عم تساوي؟ انت مساعد جراح، يعني مالك صغير بنوب؟ ليش كنت واقف هيك قدام العالم؟ شو كنت عم تساوي؟ كنت عم تتخيل او هيك شيء؟ عم دور على طريقة. طريقة؟ طريقة شو؟ ليك اذا كنت عم تخطط لشيء انا عم راقبك وراح اعرفه، مفهوم؟ علي شو كنت عم تساوي؟ رح يكون أحسن إذا ما خبرتك بالموضوع. لا تعمل شي سخيف يا علي، أنا ما بقدر أتحمل دعوة تانية. أنت مصيبة على راسي؟ أنت مصيبة فوق راسي. بعد عنه. يا رب يا رب، شو هالذنب اللي عملته لحتى تبعث لي هيك ولد معاق؟ لا تحكي هيك علي، ما أنا معاق. مو ناقصني غير ولد يرتيوش. أحمد بعد، قوم 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 قوم، يلا قوم، تعال خلص قوم حبيبي قوم. ما فيني شي امي. وانت التاني تضرب انت والارنب تبعك. لا لا حكمة، لا ليش هيك؟ علي هلأ صار وقت الغدا تبعك، وأنا جبت لك من البوفيه كل الشغلات اللي بتحبها. شكراً إليك نازلي. اقعد هون يلا تعال. توست يلا. علي ما عجبك الأكل؟ لا بالعكس ممتاز، شكرا كثير إليك. انت متضايق من الاستاذ تانجو؟ علي ما رح يصير شيء ابدا، وما رح نضطر نختار بين الشغل وبين علاقتنا. لا تاكل هم بنوب. مو هيك، انا عم فكر بمريضي. فتحنا مجرى الهواء وصار بيقدر يتنفس بلا انبوب. حلو كثير، بس ما عم يقدر يحكي بنوب. ما بنقدر ننقل له حنجره من شخص ميت؟ لا، الولد صغير واحتمال رفض النسيج عالي كتير. الأستاذ فرمان قال إنه هالاحتمال مرفوض. ما أنا هستنوا لحتى يكبر. لا، إذا ما قدر يحكي هلأ ما رح يقدر يحكي مرة تانية بنوب. علي لا، أنا رح دور على طريقة. علي وقف، أنتوا ما سكرتوا الحالة؟ لا أنا ما سكرتها، لازم يحكي يا نازلي، لازم يحكي. استنى علي. ليك علي، أنا ما بدي خوفك بنوب، بس الوضع حساس كتير، رح يعصب الأستاذ سانجو مرة تانية إذا عملت شي مو منيح. لا تعمل شي بترجاك، بس اليوم علي على الأقل من شان. هو لازم يحكي يا نازلي، لازم يحكي همه للعالم، ولا ما حدا رح يفهمه. الولد لازم يحكي، بدي لاقي طريقة.
يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخبارات لتكون أول من يشاهدها.